عن مجموعة تانية من التولز اللي هما البلير والسمادج والشاربن. البلير والشاربن والسمادج تول كل واحدة فيهم ليها مودز، وكل واحدة لو كنا بنبص على المودز، البلير كان فيه واحد من المودز كان اسمه بلير، والشاربن في اسمه لو فلتر متخصص، والبلور لو فلتر متخصص، بس ادوبي هنا سايباهم كبراشز. طيب تعالوا نشوف البراشز دي بتعمل ايه. انا هاخد البلور تول. البلور بتعمل افكت ضبابي شويه، هي تقريبا لما بتبتدي تشتغل بيها بتبقى 50%. انا عشان الافكت يبقى سريع وكويس هخليه 100%، هكبر حجم الفرشة بتاعتي، وعايزك تبص على اللي هيحصل ما بين الدايرة واللون الأزرق. اوكي، ادى افكت ضبابي ما بين الاتنين وبعض، وابتدى يطلع لي المربع الأزرق، ابتدى يطلع لي المربع الأزرق لبره على الأصفر. طيب انا هرجع للبلير تول تاني، وهاجي في مكان تاني زي ده مثلا، وهسامبل الكالرز دي كلها مع بعض وهبتدي اشتغل. اوكي، ابتدى يديني افكت تاني مختلف قوي. البلير تول زي ما احنا شايفين بتسامبل او بتشتغل على الكالرز، وبتشتغل على الفرق ما بين درجات الالوان بحيث ان هي تبتدي تتحرك. طيب انا هرجع للزيرو تاني، وهغير المود بتاع البلير تول. اول حاجة مثلا انا عندي هنا النورمال العادي بتاعي، وبعد كده داركن ولايتن، يعني غمق الاضاءة او فتح الاضاءة. انا مثلا هختار لايتن، تمام، وهبتدي اشتغل بيه. اوكي، هنلاقي الكالر ابتدى يفتح شوية في الأجزاء دي وحاول يزود لنا إضاءة. طيب البلير تول لو أنا بشتغل بيها كده، تمام، هتديني إفكت شبه الووتر كولر أو ألوان المية شوية، تمام، فممكن تديك إفكت كويس وأنت بتشتغل بيها. ممكن مثلا نشتغل على الهيو مع البلير تول، تمام، وهروح أشتغل في بوينت أنا مشتغلتش فيها، وهبتدي أكليك. اوكي، هو بيرفع الهيو، بيرفع الالوان من غير ما يقلل درجة الاضاءة، تمام. ممكن مثلا نشتغل على الساتوريشن، نجرب حتة ما اشتغلناش فيها. بيعمل ساتوريشن للكلر، بيعمل تشبع للكلر، تمام، ويبتدي يعمل ميرجينج ما بين النقط اللي احنا شغالين فيها بغض النظر هي الوانها ايه. هو بيكمل الالوان على بعض بحيث ان هو يديهم افكت ضبابي زي ما احنا شايفين كده. لو هخلي الصورة بتاعتي اكتشل بيكسل، هنلاقي ان هو مدينا الوان شبه الوان المية شوية. هرجع اشتغل عليه تاني. اوكي، فانت كده ممكن تشتغل على ايمج، وبعد كده هو في فلاتر بتعمل ووتر كولر، بس انت ممكن تعمل جزء زي ده تقلبه ووتر كولر. هرجع للزيرو تاني. اوكي، وهرجع اختار واحده تانية اللي هي الشاربن تول. الشاربن تول بتيجي على البيكسلز اللي فيها فرق ما بين درجات اللون وتعمل لهم تحديد. طيب عشان نشوف الكلام ده كويس، انا برضو هكبر تاني عشان نشوف. لا اوكي، انا معايا الشاربين تول، وهبتدي اعمل شاربينج للاريا دي. طبعا انت مش شايف. اوكي كده كويس. اوكي، هجيب التول تاني، اهي الشاربين تول، تمام، وهشتغل على الاريا دي. بص هتلاحظ ان هو اخد الفرق ما بين الدرجتين وابتدى يحط كولر تاني.
ده ما هوش باين قوي، لكن لو هرجع للاكتشوال بيكسل ولو كان الشكل بتاعي اكثر تعقيدا، الموضوع ده هيبان كانه محدد اكتر من ده. تمام، انا هعمل كده. تمام، وهرجع للزيرو تاني، ادي واحد وادي تاني. هاخد الشاربينج تول هقللها شوية مثلا ل 70% و70، وهعمل كليك واحدة اتنين تلاتة. اوكي، زي ما انت شايف في لون لبني تاني نضاف اهو، لون لبني تاني نضاف، وابتدى يغير الحواف بتاعت البيكسلز من فوق بحيث ان هو يدي افكت قاطع او حاد. الشاربينج له فلتر لوحده بينفذ الكلام ده، بس زي ما بقول لك ادوبي حطاه ك برش عشان ممكن تشتغل بيه لوحده من غير ما تابلاي فلتر على الايمج كلها. التول اللي وراهم اللي هي السمادج تول. السمادج تول تول جميله جدا جدا جدا، بتخليك تاخد كلر تمام وتروح تلخبطه على التاني. اوكي، دلوقتي انا شغال في مود اسمه فينجر برينت، يعني انا كده بمسح الكلر بتاعي. تمام، وانا متهيألي واخد باك جراوند غلط. اوكي، الفينجر برينت بيخليك تدوب اللون بتاعك اللي هو الفور جراوند كلر بتاعك على اللون الاصلي. طبعا دي 100% كتير قوي. اوكي، هروح في حته ما اشتغلتش فيها قبل كده وهبتدي اسامبل كلر انا عايز ادوبه على التاني. المفروض ان انا اخد الكلر ده عشان ادوبه على الاصفر. اوكي، ادي السمادج. اوكي، انا بشتغل بالكلر، انا شغال ما بينهم. اوكي، السمادج حط درجه ما بين الاثنين علشان تشتغل لي عليهم. وانا لو جيت هنا كل مره هحط اللون اللي انا عامل له فور جراوند كلر. طيب لو شلت الفينجر برينت ورحت في حته تانية انا برضو ما اشتغلتش فيها وعملت سحبت كده من هنا من اللبني ده او البترولي ده لهنا، هتلاقي ان هو بيسحب لك الكلر اللي انت بادئ منه على الكلر التاني. ولو رفعت النسبه دي شويه كده تمام وابتديت اشتغل، هلاقي ان هو ما بيحطليش مكعبات بيضة كبيرة او بيكسلز بيضة كتير. تمام، بيخليني اعمل سموجينج. السموجينج لو انت اشتغلت بفحم قبل كده او اشتغلت بتباشير قبل كده او رسمت بتباشير قبل كده، السموجينج انت بعد ما بترسم بتبتدي بصوبعك تبتدي تخف درجات الالوان وتبتدي تمزجها على بعض بحيث ان انت تطلع افكت زي الشادو او حاجة زي دي. حاجة تانية ممكن نقولها عن التول بتاعت السمادج تول، ان هي برضو بتابلاي الفلاتر عليها، بتابلاي المودز عليها. انا مثلا دلوقتي هشتغل على الهيو. تمام، انا واخد لون هيو من ده وبشتغل بيه في الجزء التاني. اوكي، التولز دي لو حبيت تعمل حاجة كأنها ووتر بينتينج، التولز دول أحسن حاجة ممكن تشتغل بيهم. متهيألي مفهومش حاجة، تولز بتاعت رسم عادية تقدر تشتغل عليهم. غير بس الجزء بتاع السترينجز بتاعهم، القوة يعني درجة ضغط إيدك عليهم. تمام، لان هم كلهم ستول كانك بترسم بصوابعك، كانك بتخف درجة اللون من فحم او من تباشير. اشوفك الدرس الجاي مع تولز تانية.